يا التي احضر عزاءت حاضرك الزهرة وهنيئ الليل يموتي وفاطمة حضره. يا التي احضر عزاءت حاضرك الزهرة. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى آلك المظلومين المعصومين المنتجبين القر الميامين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وينها هاشم قطرت بضعونها، قال ولطف كربلا يردونها. وين هاشم قطرت بالضعن وين، وما درينا بهالمسير اش قاصدي. قال ولطف كربلا يريد الحسين، وما درينا بسفرته ومضمونها. حسين من فارق وطن جدي وطلع، قالت الوادم طلع لجل الطمايا، لكن بس اللي حضر يمي وسمع خطبته وأهل الوفا يسمعونها. خطب شوف اش قال ابن فارس بدر، مات ابن هند الحكام باسمه الكفر، وبعد ليزيد الرجس رد الأمر، هاي أمية وشوف هاي فنونها. وبعد النايب يردون الوجيد، والحر يموت ولا يبايع للعبيد. أنا بن فاطمة عرفوني ويزيد، أم ما يخفاكم تعرفونها. لا لمي الحكم ما يقبل الدين، والرجيس لا تعتقد يصبح أمين. ساعتي القشرة على ذيك المسلمين،
إلى حكام الجائرة ويرضونها. احسين لأجل الدين وأحكام الشرع والمشارم قال موتن دونها. طلع من طيبه بعز أمه وكبرهيب والحبيبة تودعت ويا الحبيب العليلة وقاموا ودعونها ودعوها وقطروا عنها وسروا ومنوها وبعد منها تعذروا. ساروا سارت وراهم ما دروا عود تريدهم يتنونها. قدوا عن الشوف من كثر العجاج قدوا عن الشوف من كثر العجاج ولا وكبدها من الفرقلاج. صاحت بويا من عادة الغياب والعدهم عليل ما يخلو وحدة ودمعة يسيل بس هلي عن دارهم شالوا بليل وما دروا ذيك العليل شلونها. اي وحدها وحدها سرى الحادي برجايبكم وحدها وحدها شكثرها مدة الغيبة وحدها وحدها عليلتكم تخلوها وحدها مرض وفراق تحمل يا رزية. اي والله مرض وفراق تحمل يا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. ورد في فضيلة تلاوة هذه السورة المباركة كما ينقل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل قال: والرواية منسوبة إلى النبي إلى الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من قرأها سورة العصر من قرأها في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه ضاحكا سنه قريرة عينه حتى يدخله الجنة. صدق سيدي ومولاي الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية المباركة العلماء يقولون أنها
مكية، ودلالة مكيتها قصر آياتها، تمام؟ وابتدأت هذه الصورة بقسم عميق، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. السؤال، يقول العلماء: لماذا يقسم الله عز وجل؟ عدل؟ يقولون يقسم الله لأمرين: دلالة على عظم تلك الآيات التي يقسم بها، بعد يصف نفسه من خلال الآيات، أي توحده تفرده عظمته قدرته حكمته في هذا الخلق. فقال: والعصر. العصر لغة من الضغط أو الفتل، والله عز وجل أقسم بمواضع أخر من القرآن بلفظات أخر، لأن بعض العلماء أخذوا معنى العصر في الآية المباركة فترة زمانية وهي فترة العصر، والله أقسم بآيات أخر بفترات أخرى من الزمان. فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال، بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا أسفر، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا. إذن أكو قرائن أن الله عز وجل أقسم بفترات زمانية، لذلك حملوا المعنى على ماذا؟ على فترة زمانية من اليوم. زين، نذكر التفاسير. إذن معنى العصر لغة من الضغط أو الفتل، كأنما يفتل الإنسان الثوب فيستخرج الماء، وقيل بمعنى الضغط أي أنه ماذا؟ فترة من الزمان تكون الأعمال فيها مضغوطة، لذلك البعض رجعوا في مقام التفسير إلى ماذا؟ إلى اللغة، فقالوا أن الله عز وجل أقسم بهذه الفترة الزمانية لأنه ماذا؟ لتكون الأعمال فيها مضغوطة عند الإنسان، وتارى الإنسان أيضا يكون مضغوط، فهذا الضغط على الإنسان تارة ماذا؟ يوجب فيه الصحوة ويرجعه إلى الله. إذن معنى أنه ماذا؟ الضغط الذي يرد على الإنسان، والضغط بمعنى الفترة الزمانية التي تكون فيها أيضا الأعمال مضغوطة. زين، البعض قال هناك معاني أخرى، منهم من قال لفظة العصر المعني بها وقت العصر من الزمان بقرينة الآيات. ليش؟ شنو العظمة في هذا الأمر؟ يقولون أول شيء، في وقت العصر يصير هناك تحول كوني. شلون تحول كوني؟ يعني الشمس تجري إلى ماذا؟ إلى المغيب، تمام؟ هذه الفترة فترة الغروب وانتهاء فترة النهار، دخول فترة الليل. أول شيء فيه ماذا؟ الطيور تعود إلى أوكارها، غريزة الإنسان، طبيعة الإنسان يعود بعد عمل شاق في فترة النهار إلى داره إلى مستقره ليأخذ قسط من ماذا؟ من الراحة. وهي غريزة من البشر، ما شفت واحد من البشر يقول لك مثلا والله أنا لا، طبيعتي أني بالنهار أنام وبالليل راحتي وشغلي، ماكو شيء. غريزة الإنسان هكذا، طبيعة الإنسان هكذا. بعد هذا يدل على التحول الكوني في الفضاء، ودلالة دوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس، إنما يدل على أن هذا الكون يسير وفق نظام دقيق جدا، والواقع الذي يتحكم بهذا النظام الدقيق هو واحد لا غير، وهو الله عز وجل. إذن فترة العصر فيها دلالة على عظمة الله وعظمة تلك الآية. البعض قال المعني بالعصر صلاة العصر،
لأنها ذكرها الله عز وجل أيضا بالقرآن، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذا لما لها من أهمية، الله عز وجل أقسم بها. البعض قال لفظة العصر عنا بها الله عز وجل العصر البشري أو التاريخ البشري ككل. ليش؟ قالوا لأن بالتاريخ البشري يستلهم الإنسان الكثير من الدروس والعبر يستفيد منها الإنسان، والتاريخ بيّن لنا الكثير من القصص، والقرآن بيّن هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وارجع إلى القرآن وشوف القصص المذكورة كأن تكون قصة النبي إبراهيم على نبينا وعليه وآله أفضل الصلاة والسلام، ونمرود والنار، قصة باقي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كقصة مثلا داود ويحيى والتحكيم، قصة النبي يوسف وإخوته، قصة النبي موسى والعصا، يوسف وزليخة، والكثير من القصص يستلهم الإنسان منها الكثير من المواعظ والكثير من ماذا؟ من الأحكام. البعض قال أيضا لفظة العصر تحمل على معنى آخر. شنو؟ قالوا تحمل على ماذا؟ تحمل على العصر النبوي. ليش العصر النبوي؟ قالوا لأن في العصر النبوي جاءت أحكام بيّنتها الآية الشريفة. شلون يعني؟ الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. شنو يبي يقول؟ يبي يقول أن الآيات المباركات تبين بعد القسم أن سير الإنسان في دار الدنيا دائما إلى ماذا؟ إلى خسران، إلا من يتمسك بهذه الدعائم أو المواد الأربعة التي أوردتها الآية الشريفة. شن هي الدعائم؟ شن هي المواد؟ الإيمان، العمل الصالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. وهذه الأمور جاءت من خلال ماذا؟ الشريعة المحمدية. صلوا على محمد. البعض قال أيضا هناك معنى قد يكون يحمل ويكون أدق من هذه المعاني، وهو ماذا؟ طبعا السيدة فاطمة أيضا أشارت إلى هذا المعنى. شوف أنت حضرتك ارجع إلى عصر النبي قبل أن يقوم النبي الأكرم بنشر الرسالة، قارن التاريخ، شوف شلون كانت حياتهم. إغارة بعض على بعض، سلب، نهب، قتل، وأد البنات عدل، كان حتى الولد يرث زوجة أبيه فيضمها إلى زوجاته. لذلك السيدة الزهراء تعبر عنهم بماذا؟ أذل خاسئين. تمام؟ وشوف النبي الأكرم لما جاء شلون أكرم المرأة وأكرم العنصر البشري. تمام؟ زين، بعد منهم من قال أنه ماذا عنا بلفظة العصر هو الإنسان. ليش الإنسان؟ لأن الإنسان في الواقع عصارة ذلك الوجود، وأن الله سخر هذا الوجود كله لمن؟ لهذا الإنسان. وبعد شوف أنت فعلا أيضا الإنسان آية: من عرف نفسه عرف ربه. تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم. يعني ارجع إلى خلق الإنسان، سير خلق الإنسان من نطفة مثلا إلى مضغة إلى علقة إلى أن يكسو الله عظام هذه، وإلى أن يصير ماذا؟ جنين في بطن الأم، يكبر هذا الجنين إلى دار الدنيا طفل، ثم يكبر، ثم شاب، ثم ما أدري يافع، ثم رجل، ثم كهل، ثم عجوز. هذه المراحل الذي يجتازها الإنسان. تمام؟ إذن تارة يكون، شوف بعد العلماء لما يتعرضون إلى خلق الإنسان شيء عجيب، مخ الإنسان 14 مليار خلية، إذا أنا أتذكر الرقم عدل، 14 مليار خلية تعمل.
140 مليار خلية موجودة لا يعلمون ما هو عملها في المخ. هاي عظمة ولا مو عظمة؟ تدلك على توحد الله في الخلق ولا لا، وقدرته وحكمته عز وجل. تمام. البعض ذهب إلى معنى أدق. شنو المعنى؟ قالوا أن لفظة العصر عنا بها الله عز وجل عصر قيام القائم من آل محمد. ليش؟ لوجود الرواية الشريفة من الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لما سئل عن لفظة العصر قال عصر القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد. إذن حملت على معاني ممكن كلها تحمل على لفظة العصر، لكنما لوجود الرواية العلماء الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أعلى الله مقامه في تفسيره الأمثل يقول أنه وإن حملت هذه المعاني على اللفظة لكن يبقى الأنسب والأدق ما حمل على العصر النبوي هو عصر قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيب، والعصر إن الإنسان لفي خسر. دائما الإنسان يسير إلى الخسران في هذه الدار. ليش؟ شنو يخسر الإنسان؟ يخسر أمواله؟ لا، الأموال مو خسارة، في مقام ماذا؟ في مقابل وجود الإنسان نفسه. يعني الثروة الحقيقية والثروة الوجودية للإنسان نفسه، إذا خسر الإنسان نفسه بعد الأموال شو تفيد؟ عدل ولا لا؟ أبدا، ما لها أثر الأموال. الأموال ما لها أثر أصلا حتى أمام حياة الإنسان، لأنه إذا أقبل على شيء الأموال ما تصير غاية، تصير وسيلة. يعني شوف الإمام أمير المؤمنين شو فضل، يا كميل العلم خير من المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل هلك خزان المال وأهل العلم باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. زين، إذن الخسارة مو خسارة المال، الخسارة خسارة الوجود الإنساني. طيب شلون؟ في مقام الإمام عليه السلام أمير المؤمنين شنو يقول؟ يقول نفس المرء خطاه إلى أجله. هذا النفس قاعد يقول لك ترى ها قاعد قرب قاعد قرب، كل نفس صاعد ونازل. تمام. بعد الإمام الصادق يقول العمل الصالح حرث الآخرة والمال والبنون حرث الدنيا. إذن ماذا يعني في الواقع؟ أن الإنسان في دار الدنيا حياته الوجودية إذا كانت مليئة بالإيمان هاي مو خسارة، عدل، أقبل على الإيمان وأقبل على هاي المواد اللي راح نبينها، إذا متمسك بها هو ماذا صار؟ صارت حياته مو خسران في الواقع، انتقال من دار إلى دار أرقى ثم أرقى. ويمكن بينا ليش إخواني سير الإنسان، الله عز وجل خلق الإنسان ليش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا العبادة، عين المعرفة، الغاية من خلق الإنسان معرفة الله. لذلك يسير الإنسان سيرا تصاعديا كماليا نحو ماذا؟ نحو معرفة الله، في هذه الدار ثم دار أرقى البرزخ وما يعبر عنه بالقوس الصعودي، دار الدنيا، عالم الدنيا، عالم المثال، عالم العقل. ويسير الأنبياء والأئمة بالإنسان نحو هذا السير، لكن يحتاج إلى ماذا؟ أمور تزكي نفس الإنسان ليسير بهذا السير. إذن أول أمر وأول مادة الإنسان يتمسك بها ما هي؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يا هم المؤمنون، وشنو الإيمان؟ القرآن لما نقرأ نجد ألفاظ كثيرة، نجد إيمان ونجد إسلام. تمام. العلماء يقولون لفظتان إذا اجتمعتا
إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. شلون؟ لأن لفظة الإيمان تختلف عن لفظة الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هناك فرق بين الإيمان والإسلام. الذي يدخل في الإسلام دون إيمان يريد ماذا؟ ظاهرا أنه مسلم، يدخل في مظلة الإسلام حتى يحمي ماله ونفسه وعرضه، عدل، ويكون عليه من الأحكام على المسلمين وله ما لهم. لكن لا، لفظة الإيمان غير. الإمام محمد الباقر عليه السلام يفسر لفظة الإيمان بشنو؟ الإيمان إقرار وعمل، والإسلام إقرار بلا عمل. طيب شلون؟ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوضح سلام الله عليه، يقول الإيمان يقين في القلب، ورواية إقرار باللسان ويقين بالقلب وعمل بالأركان. زين، وعمل بالأركان. الإمام جعفر ابن محمد الصادق يوضح أكثر لما سئل عن ماذا؟ عن حدود الإيمان. تمام، خلوا رواية الإمام عندكم: يقين بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالأركان. الإمام الصادق شو يقول؟ قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. تمام، بعد صلوا على محمد. والإقرار بما جاء به الأنبياء من الله والنبي من الله، بعد والصلاة، صلاة الخمس، والزكاة، صوم شهر رمضان، حج البيت، وولاية ولينا وعداوة عدونا، وأن تكونوا مع الصادقين. شلون نكون مع الصادقين؟ من الصادقين؟ من الصادقين؟ زين، الصادقين هم محمد وآل محمد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم. من الذي ما ارتاب وجاهد بأمواله ونفسه في سبيل الله؟ ماكو أحد. سهمه الصائب وسيفه القالب، فلال الكتائب، بطل المشارق والمغارب، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وشوف الخطاب، القرآن ما قال كونوا من الصادقين، وكأنما ثلثي هذه الأمة هم صادقون، والخطاب إلى الثلث كونوا منهم. لا، الخطاب ما كان الشكل، قال كونوا مع. الخطاب إلى الأصل، إلى الناس. أكو فئة بس اختصها الله، وقال الله عز وجل أمر هذا الأصل، قال كونوا معهم، كونوا مع الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وضحت لفظة الإيمان؟ إذن المقام الأول والركن الأول والدعامة الأولى حتى يكون عمر الإنسان ليس إلى خسران بل إلى فوز هو ماذا؟ أن يكون الإنسان مؤمنا، الإيمان. زين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شلون نعمل الصالحات؟ مهنا الإنسان إذا جاء أجل شنو يندم؟ حزته شنو يقول؟ رب ارجعون لعلي، مو بعدها، مو أكيد، يقول لعلي أعمل صالحا فيما، ولو عادوا، ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. ماكو فايدة. تمام، زين،
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ خسارة. لكن اعمل صالح، اعمل صالح. شلون نعمل صالح؟ أدي الفرائض اللي عليك على أتم وجه، هذا عمل صالح. اقرأ القرآن وعلم القرآن، عمل صالح. علم ما تعلمته من علم إلى غيرك، عمل صالح. إماطة الأذى، عمل صالح. مساعدة الإخوان، عمل صالح. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، جاء واحد قال له: سيدي علي دين للوالي. وجاء اشتكى للإمام، الإمام كتب له كتاب، قالوا له أن هذا الوالي من شيعتك سيدي، كتب له كتاب. شنو كتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله ظلالا لا يسكنها إلا من أدخل على قلب أخيه سرورا، أو فرج عنه كربة، أو قضى له حاجة. وهذا أخوك والسلام. يقول أخذ الكتاب، ذهب إلى الوالي، طرق الباب، خرج الخادم: من أنت؟ قال: أنا رسول الصابر موسى. يقول: هرول الخادم إلى الوالي، قال: هذا رسول الإمام الكاظم. يقول: جاء الوالي حافي وأخذ قبله، فقال: أنا رسول الإمام الكاظم، وهذا كتاب الإمام إليك. فتح، قال: أول ما أخذ الكتاب قبله، وضع على عينه، ثم فتح الكتاب تلاه فبكى، أدخله وقال للخادم: إيتيني بالسجل الفلاني. لما جاء به شطب على جميع ديونه، ثم قال له: إيتيني بالسجل الفلاني. جاء به فقاسم الرجل جميع ما يملك، ثم قال له: يا أخي، هل سررتك؟ قال: إي والله، وزدت على ذلك. يقول: رجع هذا الرجل إلى الإمام الكاظم، والإمام أعلم، فقص على الإمام، فرأى الإمام متبسما، قال: سيدي، هل سرك ذلك؟ قال: إي والله، سرني ذلك. يقول: ثم طأطأ رأسه ورفع، قال: والله لقد سر جدي أمير المؤمنين. يقول: ثم رفع رأسه مرة أخرى، قال: والله لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم طأطأ رأسه، رفع رأسه، قال: والله لقد سر الله في عرشه. عمل صالح، عمل صالح. بعد يتوقف عند هذا؟ لا، زيارة القبور، قبور موتانا والدينا، عمل صالح. يأتي رجل إلى الإمام يأتي رجل إلى النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: سيدي، هل بقي شيء من بر والدي لم أصنعه لهما؟ قال: بلى، الصلاة لهما، الصلاة عليهما، والدعاء لهما، إنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا تكون إلا بهما. وكثير من الروايات يستدل منها، جاء رجل إلى النبي الأعظم قال: سيدي، ما من موبقة إلا وعملتها، فهل من توبة؟ قال: هل من أبويك أحد على قيد الحياة؟ قال: سيدي، والدي. قال: اذهب وبره. يتبين أن البر بالوالد ماذا؟ إسقاط للذنوب، تكفير للذنوب. يقول: لما ولى التفت النبي الأعظم إلى أصحابه، قال: أما أنه لو كانت أمه لكان ماذا؟ لكان أفضل. إذن بر الوالدين. أعمى تسبيح السيدة فاطمة الزهراء، ويا لها من عمل. الإمام جعفر ابن محمد الصادق يقول: لو علم النبي الأعظم عمل أفضل من تسبيح فاطمة لنحله إياها، تسبيح فاطمة. وكثير من الأعمال الصالحة الإنسان يعملها في دار الدنيا، وبس هاي اكتفينا؟ لا، تستطيع أيضا كثير، تتصدق، تعطي الفقير،
تساهم ولو بلبنة في مسجد أو حسينية، عطاء، تتصدق، تعطي، تساعد، هذا كله مذكور لك، تجده أمامك، تمام؟ وبعد مو بس هاي، حتى الحضور في المجالس الحسينية. أسألك سؤال، أنت ضامن تروح يوم القيامة أعمالك مقبولة، صلاتك صومك مقبول، ضامن؟ ما حد ضامن، ما حد ضامن، والله عمل واحد ضمان، ضمان جاء في وين؟ في روايات أهل البيت، وهو الحضور في المجالس الحسينية، هاي ضمان من الله عز وجل ورسوله وأهل بيته، الحضور والبكاء على المولى أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل، صلوا على محمد وآل محمد. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي يعني شنو؟ يعني الدعوة، الدعوة إلى الحق. النبي الأكرم يخاطب أمير المؤمنين عليهم السلام فيقول: لا يوحشنك طريق الحق لقلة سالكي. قل الحق ولو على نفسك، قل الحق، طريق الحق. إذن شنو التواصي بالحق؟ الدعوة إلى الحق. يقولون الدعوة إلى النبي، إلى الإيمان، إلى الرسالة، دعوة إلى الحق. الدعوة إلى القرآن، دعوة إلى الحق. الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الحق. الدعوة إلى العمل الصالح، دعوة إلى الحق. فالإنسان دائما يدعو إلى ماذا؟ إلى الحق. بعد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد الدعوة إلى الصبر، شلون الدعوة إلى الصبر؟ يقولون أقسام، تارة يكون الدعوة على ماذا؟ على النعم. الصبر، دعوة إلى الصبر على ماذا؟ على النعم. الإمام شو يقول عليه السلام؟ استتموا نعم الله عليكم بالشكر على أدائها. استتموا نعم الله عليكم. بعد، الدعوة تارة إلى النعم، الصبر على هذه النعمة، تارة الصبر على دوافع المعصية. هاي الحرب النفسية تصير عن دوافع المعصية، تمام؟ وتارة الصبر على البلايا والرزايا. أيضا الإنسان يصير عند ماذا؟ يصير عند صبر. والواقع، واقع الطف كربلاء، صفحات طف كربلاء بيّنت لنا مصداق أتم لهذا الأمر. المولى أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما رفض بيعة يزيد، شنو كتب لما وصى أخيه محمد ابن الحنفية سلام الله عليه؟ إيش قال له؟ قال: إني ما خرجت، من ضمن الوصية، ما خرجت أشرا ولا بطرا. الأشر يعني شدة الفرح بالهوى. بعد، بطر سوء احتمال النعمة وصرفها عن غير مواقعها. الإمام شو يقول؟ ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. لكي أسير بسيرة جدي وأبي أمير المؤمنين وأخي الحسن المجتبى، لكي أأمر بالمعروف. شوفوا المواد شلون طبخها وبينها في خطابه. لكي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا ماذا؟ أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذن بيّن المولى هذه المواد. أول شيء الإيمان نابع منهم، مهم دخلوا بالإيمان، بل الإيمان نابع منهم صلوات الله وسلامه عليهم. وبيّن خلال خروجه أن خروجه ماذا؟ تطبيق لمبادئ إسلام، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إش وقت يكون بذل النفس والمال في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يقولون إذا كان المنكر بدرجة يهون قباله بذل النفس والمال لماذا؟ لدرء هذا المنكر. وش كان الوضع الذي المولى أخرج نفسه وأطفاله وعياله وأخواته حتى ماذا؟ حتى يدرأ ذلك المنكر وهو يزيد وأفعال يزيد. تمام؟ ناكح العمات عليه لعائن الله. فيخرج المولى يودع جده وفي المدينة، ويخرج إلى البقيع يودع نعم أخيها الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ويأمر نساء ويأمر أولاده وأصحابه بالركوب والخروج من المدينة. وأوصوا لماذا أنت خارج؟ شاء الله أن يراني ماذا؟ قتيلة. سيدي ما سبب خروج هذه النسوة معك؟ شاء الله أن يراهن سبايا أركبهن. يقول عاد التفت إلى المولى أبو الفضل العباس، الشاعر شلون يمثل هاي القضية، يقول من صبح على السير عازم، عازم لأهل الغدر وأهل النمايم، آمر آمر على شبول الهواشم يشدون المحامل عن عايم، وصد العضيد بقلب هايم، وناداه يا بحر المشارم خويا خل تطلع وياك الفواطم، لف العباس لف زينب العباس باسم، قال لا يا خويا الضعن والم، اخوك على السير جازم، قالت لا يا خويا قوم وياك وانت سالم، لا عشان يا خويا انت بحال عالم، انا ما اقدر على مذل ولا الهضايم، قل تخافين يا اختي وانا سالم، تقل يا ووال الحرم دايم، ركبا وتحفت الضياقم، عون وعلي وجعفر وجاسم، واخواته ليفلون اللوازم، جدامها من أشر العمايم، وحسينها على الخيال جادم، وعباس للغادج ملازم. ليش سيدي للهودج ملازم؟ يقول والعباس للغادج ملازم، يا خافض صد لاخته الوادم، هاي تشاوين عنها تشاد نايم، من صبحا بالطفغ نايم، والله ما بين من ضارب وشاتيم، هاي والله ما بين من ضارب يا بوشاتيم. بعد الحسين لما أراد الخروج يقول وإذا بصوت ضعيف آخر الغافلة، ها يقول وأنا يا أبا عند من أودعتموني، يا العليلة ابنة الإمام صاحت بو يقذوني وياكم أسرج الخيل، الخيل وحط فراشكم لا تشل تشل الليل، أبويا صحت أخبويا
تنوني تنوني يا ابو يا حسين وياكم اخذوني وحيد وامع ليلة تخلوني اي والله فقدكم يا اهل العلة تشمال اي والله فقدكم يا اهل العلة يقول جاء إليها المولى قال بني ارجعي إذا وصلنا العراق ونلنا المراد أرسل إليك أخاك علي الأكبر أو عمك أبو الفضل العباس قالت أبا أنا أرجع ما أعصي لك أمر لكن لا تنسون وتقطعون بي أبا عبد الله تقول نجوى وشي لضعنهم ضعنهم يحملون وانا تفكر لهم تشني تشني غريبة ومان منهم والله ظلم وحشوم حزن نزلهم اي والله ظلم وحشوم حزن نزلهم والله نلقع يد على درب اللي يضعون على درب اللي يضعون وناشد ليرحون ويجون يا بويا يا بويا حسين بيا لا تقطعون والله بويا حسين بيا لا تقطعون تقطعون دربكم بعيد وخاف تبطون فعلا بطل مولى بعد لا أرسل أبو الفضل ولا أرسل علي الأكبر يقول عادي كتبت رسالة هاي السيدة فاطمة العليلة تقول يا راكب اللي فوق سبايقة الريح خذ العمام ولبو يا حسين قرطاس وقل لو ان فاطمة جسمها صحيح بدياركم تبقى يا طيبين لا باس قل لابو يا حسين تفصيح الما ترحموها لو ما ترحموا الناس قل وعبر النواويس وتصيح وين المذارب النشام وين عباس من عادة الغياب لو غربوا عن الأحباب من عادة الغياب لو غربوا عن الأحباب يودون لابد قطعة كتاب ولا يخلون الدمع سجاب أبويا وانا قلبي على خويا ذاب ونعاب ونعاب يا أبويا صوابك والله صواب اي والله أبويا صوابك والله اي صواب بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا.
خلفوا في سويد الغيل بن إيرانا. شيخنا سيدنا تفضلوا بدعاء، شيخنا تفضلوا بدعاء. نقرأ الآية الشريفة 3 مرات لاستجابة الدعاء وشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك باسمك العزيز الأعظم العز الأجل الأكرم بك يا الله 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 بك يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق أحب الخلق إليك محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. بالرواية إن الله ليستحي أن يرد دعاء بين دعائين مستجابين. الصلاة على محمد وآل محمد أولها وآخرها. بعد وأول ما ندعو دائما، وهذا ما ورد، أكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج، فرج إمامكم، فإن في ذلك فرجكم. من واجب الإمام علينا الدعاء للإمام بتعجيل الفرج. اللهم إن أول دعانا إليك تسهيل وتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. آمين يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض، أدي دين كل مدين، واقض حاجات المحتاجين، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. المؤسسين لهذا المجلس المبارك الشريف، الحاضرين والسامعين، اللهم تقبل منهم بأحسن القبول. إلى أرواح موتى المؤسسين الحاضرين والسامعين، موتانا وموتى المؤمنين، من ليس له ذاكر يذكره نهدي الجميع. ثواب سورة المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. يا التي احضر عزاءت حاضرك الزمر، وهنيئا الليل يموت وفاطمة حضر. يا التي احضر عزاءت حاضرك الزهره.